نبدأ بالعتب الذي وجه إلينا. لم نتكلم في الأسبوع الماضي عن حراك 22 مارس، ولأننا سبق تكلمنا حراك 22 مارس الذي بادر به بعض الإخوة مشكورين. عدم حديثنا ليس إهمالا ولا تجاهلا ولا قلة دعم، بالعكس نحن نقف مع هذا الحراك وندعو ونطلب من أخواننا الإصلاحيين كلهم أن يدعموه بكل ما يستطيعون. لم يقوي هذا النظام إلا ضعفك وترددك، لأنه ما عنده شيء نظام، ما عنده جيش مثل جيش صدام حسين ولا جيش السيسي، ولا عنده حزب كبير وضخم مثل أحزاب البعثية والشيوعية التي تدير دول، ولا عنده يعني قبيلة تقف معه. يعني النظام عبارة عن كان عائلة، لا ما عاد، لم يعد حتى عائلة. هذه مجموعة أسئلة عن الحراك، يقول: ما هي رسالتك للمترددين من داخل البلد لانضمام إلى حراك 22 مارس، علما أنه لا يوجد خطر عليهم مطلقا؟ أنا سأتكلم عن النشاط عموما، ليس في الضرورة حراك 22 مارس، لأنه أصلا إذا ما دفعت الثمن ستدفعه رغم أنفك، أنت ستدفع هذا الثمن رغم أنفك بنفسك وبأبنائك وبأهل العذاب الدنيوي الذي سيحل في هذه في هذا البلد. الحصار والفقر والملاحقة والاعتداء وفقدان الأمن سيصيبك أنت، سيصيب أبنائك إذا لم تتقدم أنت وتضحي في وجه هذا الظالم. هذا عموما. أما خصوصا فالأخوة اللي اقترحوا 22 مارس اقترحوا فكرة ليس فيها أي مخاطرة.